اليسار 10 سنين على الحدود الكرواتية. نعدي يعملونا باصات. بدي بس اروح. بدي اروح المانيا سابتني. المهم المانيا سابتني سابتني. انت لمين جيتي؟ قريبينا كثير بردانة. انت من وين؟ من سوريا؟ من حلب. ما في ساعة عندكم بحلب؟ لا الوقت ما هلا هيك الوقت ما اذا كان هيك بكون يعني شيء كارثة. بدي بس يفتحوا الحدود ويوقفوا الحرب. هون العالم غير هنيك. كيف يعني؟ يعني هون يعني كثير يعني كله مول ما نروح بوزعون أكل وحواك كتير يعني بركبوا فينا. بس يعني بسوريا ما في هيك كتير هيك شيء. افتحوا الحدود لأنه في كتير عالم ما بتستنى وعالم بتتعذب وعالم كتير بردانة. فافتحوها لأنه أنتم ما بتخسروا شيء. في كتير عالم هنيك عندها قرايبي وبدها تشوفها. وانا كمان بدي اشوف ماما وبدي اشوف اخوي الصغير وابوي كلياتهم. يا الله شوف العالم اللي صار الخيمه هاي. صار الجو حلو من كبه تغير. الخميس كبير 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 ايزي ايزي كل هم عدفوت كل هم طلع طول نلتقي فيه. لوين رايحة؟ لعند ماما. ياي فتحوا الباب. الحمد لله. قد ايه مبسوطين؟ كثير 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 وان شاء الله هيك بنوصل بالسلامة وبأسرع وقت. ثانك يو كرواتيا.